فخص الفاعل الحقوق يكون أولا كيتحلى بالخصال ديال التوازن، ديال التريوت، ديال التعامل، ديال احترام الرأي والرأي الآخر. طبعا حتى في السياسة خص يكون هادشي، إنما الفعل الحقوقي له أخلاقيات، ما عندوش الأخلاق، هو عنده أخلاقيات. أول حاجة هي الاحترام، والمنطلق دائما في الصراع ولا في الحوار ولا في الأمر يتعلق بمقاربة، كل واحد عنده المقاربة ديالو. ولكن ملي كيدخل لواحد الهيئة، واحد الجمعية، كينضبط المواثيق ديالها، القانون إلى آخره. إذا ملي كي ينتدب باش يمشي يمثل الجمعية ديالو في واحد الإطار اللي هو تنسيقي واسع إلى آخره، كيجيب معاه هذوك الضوابط، ولكن كينزل بها الحد الأدنى اللي هو مشترك، اللي كيولي هو ميثاق ديال التواصل. إذا وهنا كاينه جوج ديال الشرعيات، كاينه الشرعية القانونية لأنه تنسيق قصد ديال الإيداع باش يولي عنده وجود قانوني، ولكن في إلى ذلك الحين كيدار واحد نوع من واحد الأرضية أخلاقية تسمى ميثاق. هذاك الميثاق أهم حاجة فيه هو أنه خصو يعتبر بأن هناك ما كاينش رأي شخصي، كاين الرأي ديال الجمعية اللي كينتمي ليها أو الهيئة أو المنظمة اللي كينتمي ليها. إذا كيدير تنازلات إيجابية، وكيدوب الأنانية ديال الجمعية وديال الهيئة، كيدوبها وكيمأسسها ضمن واحد ميثاق مؤسساتي أخلاقي. ماشي بالضروره نديروا الايداع القانوني، ولكن ملي كنتفقوا لانه حنا عندنا ايداع قانوني. من هنا كنبغي نقول ان اي تنسيق، اي تنسيقيه، اي تكتل، اذا خصو ينطلق من واحد المبادئ اللي متفق عليها، هي معروفه. اولها، هذه هي الاولى، اولها باش نقول اخرها، ولكن يمكن هي الكرامه. ميمكنش أنه أنا عندي مقاربة إصلاحية رغم إمكانياتي باش نكون أكثر من إصلاحية، كنقدر، ولكن أنا كنعرف الفعل الحقوقي هو واحد المجال ديال التسويات ديال كذا، ولكن وفق المعايير الكونية لحقوق الإنسان. إذن هذا هو السؤال الأول. أنا كندير جمعية حقوقية باش نقبل الناس يكونوا معايا، خصهم يكونوا متفقين معايا على حقوق الإنسان التي هي جزء لا يتجزأ، واحد الكل لا يتجزأ، وكيأمن بالكونية. إذا رانا نديرو عينينا شكون اللي معايا في هذا التكتل ولا في هذه التنسيقية أو كذا، هذه هي الأولى، غادي يمكن نهضر. ثانيا، الحوار والأخذ كيخضع لضوابط، أولها هو الاحترام، وبالأساس الكرامة. ماشي أنا نختلف معاك وكنحس بيك مسيتي بالمقاربة ديالي وما احترمتيش المقاربة المشتركة، ومنين نعبر على الرأي ديالي إلا إما تمشي معايا إما أنت ضدي، إن لم تكن معي فأنت ضدي. وهذه النظرية معروفة التي ترفض أولا التعددية والحق في الاختلاف، وهذا أخطر حاجة كترب. ثانيا الكرامة، باش نأكدو على الكرامة، ماشي نختلف معاك وتقول بأنه أنت تنتمي إلى الدولة تنفذ مخطط كذا ديال الدولة ديال كذا، وهذا الشيء كيتكرر. إذا حنا واضحين. إذا أول حاجة قبل ما نديرو تكتل، هادو اللي غيكونوا معايا، لانه احنا عندنا الله الشرعيه الاخلاقيه، ولكن الشرط الاساسي باش ندير معايا خصك انت تكون عندك شرعيه قانونيه، عندك وجود قانوني. ما يمكنش ما عندكش وجود قانوني وتجي تحضر معايا. وجود قانوني كيعني جوج الامور، انه انت باش تكون معايا تكون الجمعيه اللي كتنتمي بها دايره الايداع، لا يهم الوصل، حنا عارف ما في المغرب ما كيعطيوش الوصل،
ما كاين مشكل، هذه هي الاولى. المهم غير تكون داير وكتحترم الدورة والمواعيد الديمقراطية المحطات، كاين مشاكل داخل شغلك ومالك، ولكن عندنا حنا لا، خصك كتحترم المستوى الثاني في الشرعية القانونية، وأنه أنت اللي كتحضر خصك تكون في الجهاز ديال الجمعية اللي كتنتمي ليها، ماشي غير هكاك فضولي وتجي تدخل وليك ولا قالوا لك سير انت حضر ولا غير عمر البلاصة، لا خصك تجي باش ملي كتغلط غادي نحاكمك ونحاسبك، باش من إطار بالميثاق الأخلاقي. الميثاق الأخلاقي القوة ديالو ما جايبهاش فقط من الناس اللي حاضرين ومن السميات، لا، من الوجود القانوني اللي كاين. هذا الشرط الثاني. ومني كتمثل اش من دور عندك، واش في الجهاز التقريري ولا في التنفيذي؟ الا في التنفيذي راه واضح. ثانيا ملي كيوقع شنآن وسوء تفاهم خص كلشي يتناقش في الإطار، فعلا خص النقاش يكون داخلي، ولكن ملي الإجراء الباطل القانوني موضوع النقاش خارج العموم معالجته ما عندها معنى، يتناقش داخليا. إذا هذا نوع من الصراع اللي خصو يخرج، خص الرأي العام يعرفو، حيت حنا شرعيتنا كنجيبوها من الرأي العام، من الناس الغيورين اللي كيعرفو المعايير وكذا. إلا كنا حنا ما متفقينش كنحيلو على أعلى هيئة تقريرية، ومني ما كتكونش هذيك أعلى هيئة تقريرية الرأي العام، لأنه من الأخلاق ديالنا حنا مكاينش نمشيو للمحكمة حيت حنا ما عندناش وجود قانوني. كون كنا في جمعية قانونية غنمشيو للقضاء، وماشي عيب نمشيو للقضاء، ولكن عدم التعسف في استعمال هذه الآليات. أنا غادي نرجع لمسألة الكرامة. ملي كيطرح واحد المشكل معين أنه هذا غير مسطري، هذا غير متوازن، هذا البيان كذا، هذا الإجراء إلى آخره، كنواجهوه بما هو قانوني، بما هو أخلاقي، ماشي مباشرة بنظرية المؤامرة. وبالمناسبة هذا الشيء كيتكرر، فيما ناخذ مبادرة ندافعوا على حقنا ونرفضوا يورطونا في شي حاجة، حيت ما كدويش على راسي أنا شخصيا، كاينش اللي غيزايد عليا. أنا أرفض أنه بعض الناس كيقول لك لا راه المسطرة دارت، هذه فيها تفاصيل 48 ساعة و72 والطيلة، لا ضروري الموافقة، ما كيديروش حنا الصمود، الصمت الضمني أو الرضا الضمني على شي الزواج. إذا علامة الرضا لا، هذه راه مواقف ما فيهاش الضمني، فيها الصراحة. لا ولا شي حزب 6 عامين وثلاث سنين اي حاجه جات راه موافق عليها، لا سلبي ما عبرش. وهاد الثلاثه ديال الحوايج، هاد الثلاثه يمكن هاد الناس اللي كينتميو لشي جمعيه ولا هيئات ولا كذا ياخذوا موقف، ما هو الضرر زعما نبينوا بانه راه حنا كتار، راه كلشي عارف كلشي. باش نكونوا واضحين، انا اضطريت باش نقول لانه وكان عندي امل، عمري ما قلت انا يتحل الائتلاف، قلت الى ما تمش اعاده الهيكله وبشكل نوعي وجيد ما كيلاش نديرو، اذا نحلوه ما نخليوش، حيت الا خلينا غيبقاو نفس الاشخاص نفس الثقافه، الا نحلوه ما نخليوش، غادي نديرو المحاوله الاولى الثانيه الثالثه على 10. والمعني في هذا في هذه المعركه هما بعض الأشخاص بمعنى سلوكات شادة،
ولا أحد من هاد الإخوان كاملين، لا في المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، استهدف جمعية أو أشار إلى جمعية خلافا لما يروج. كان قبل غير تصريحات، دابا ولا خطاب ديال التخوين، هذا إرهاب فكري. لا هذوك راه كاين مخطط ديال الدولة لعزلي الجمعية. شوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنا أولى وأنا المؤهل وأنا أكثر دفاعا، إلى جانب بعض المناضلين الغيور، أكثر دفاعا على الجمعية. ما كاينش اللي جبد الجمعية نهائيا. نحاسب المنسق كما هو مؤسساتيا، هو واللي معاه واللي في الكتابة التنفيذية، نحاسبهم كأعضاء في الائتلاف ليس كأعضاء في الجمعية. تروح ما جبت الجمعية، ولا نفتح واحد القوس. دابا هذا اللي كيقول بأن هذا مخطط ضد الجمعية وداك الشيء، وشكون أنت؟ كلفك شي واحد وتعير الشرفاء؟ وهذا واحد الخطاب اللي تركه الوساطة المشبوهة وكذا. وبالترتيب المناضلين القياديين ديال الجمعية من التأسيس إلى يومه، من التأسيس إلى يومه، من علي أمليل إلى السي الغالي عزيز. ما عندي معهم حتى شي مشكل شخصي نهائيا، لا كشخص ولا كمؤسسة ولا كرئيس ولا كتيار ولا كعائلة، بالعكس. وخلي الدفاع الذاتي، انا كاع ملي خرجت من الجمعية وباقي كندافع على الجمعية امام الوزارة امام الدولة، امام خط احمر. والناس كيعرفوا اللقاء التاريخي، اول لقاء تاريخي قبل ما 20 فبراير مع وزير الداخلية والسطاف ديالو، داكشي كيعرفوا هاد الواقعة. كنت من اول المدافعين للجمعية، خط احمر. كنقول لي مس الجمعية راه مسني كرئيس المنتدى وكمنتدى وكعائلة وك ايوا الجمعية دخلتها الحالة المدنية، دخلتها العينية ودخلتها القلبي، ماشي شي فضوليين يتهمونا حنا بالتمخزنيت. واش قديم قديم